هكذا برر الحارس الأرجنتيني حركته الغير أخلاقية من فوق منصة التتويج. أثار حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز غضبا واسعا بسبب الحركة البديئة التي قام بها عقب تتويجه بجائزة أفضل حارس في كأس العالم 2022. وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا في مباراة النهائي بركلات الترجيح، كما تسلم مارتينيز جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في مونديال 2022. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير صورة مارتينيز وهو يقوم بإشارة وصفوها بغير الأخلاقية والبديئة تجاه الجماهير والمشاهدين عقب تسلمه الجائزة، وعبر متابعون عن سخطهم من حركة الحارس الذي كان له دور كبير في تتويج منتخب بلاده بالمونديال، خاصة وأن الملايين حول العالم كانوا يتابعون تلك الأحداث على الهواء مباشرة. أما بخصوص السر وراء الحركة البديئة، كشف الحارس البالغ من العمر 30 سنة في حوار مع إذاعة أرجنتينية السر وراء حركته، وقال أن الجماهير الفرنسية التي كانت حاضرة في استاد لوسيل ظلت تستهزئ به طوال المباراة وخاصة خلال ركلات الترجيح. وذكر مارتينيز: لقد فعلت ذلك لأن الفرنسيين أطلقوا صيحات الاستهجان علي، مضيفا: لا أستطيع تحمل التكبر. وتابع: أهدي اللقب لعائلتي، لقد أتيت من مكان متواضع للغاية وذهبت إلى إنجلترا في سن مبكرة جداً.